اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اموركم عليان؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم فيديو جديد معكم اليوم ان شاء الله بحول الله. جايه الكارفور نخرج حويجات خاصني ونبان لي شي بروموسيون ولا شي حاجه اكيد غنبارطاجي معكم، وغادي ناخذ واحد الحاجه حتى الاخر لا فيديو غادي تشوفوا. خليكم معايا. هنايا البنات بالنسبه في كارفور داين ميزات في المواعن، في الزلايف، في السوبيرات، كيسان، داكشي ديال رمضان كله في دي بروموسيون واثمنه مناسبه وميزات زوينه صراحه. هاد الزلايف هادو داير 6.5 درهم، قولوا 6 ديال الدرهم. شوفوا الشكل ديالهم ديال البديع وفيهم واحد الزواوق على الوسط كيجيو واقيين في مائده الافطار. هاد السوبيا 15 بياسة 150 درهم بزلايف ديالها بكلشي ليها. وهنايا عاوتاني داير هاد الكويسات، يا سلام، فيهم كل عام وانتم بخير ديال رمضان، تاهما زوينين والشكل ديالهم راقي بالنسبة للعصير بالنسبة للحليب، يجيو زوينين في مائدة الافطار. هاد زلايف دوبل كولور، فيهم الغوش، فيهم الصفار، فيهم بلوسيال، فيهم الغوز بيبي. هادو داير 12 درهم، فيهم لون واغ من على باء وكولوغ لداخل، كانو ب 17 درهم، داولهم 11.90، كولو 12 درهم، تاهما فيهم شكيلات زوينين. هاد لي بونبونيوغ داين 24 درهم وكبار، باينين كمان معطيهمش حقهم في التصوير، أما هما الشكل ديالهم كبار. وبالنسبة للكيسان أشكال والأنواع وأثمنة مناسبة، 12 درهم، 10 ديال الدراهم، 15 درهم. كيسان ديال العصير ديال اتاي، هادو بالنسبة للعصير 6 بياسات 24 درهم. وهاد الطباسل من الكبير حتى الصغير، فيهم الكبير، فيهم المويان، فيهم الصغير، فيهم لي اوفال، فيهم لي ضيعين، وفيهم دي كولوغ زوينين، تا هما كل واحد والثمن ديالو 21 درهم، 10 ديال الدراهم، 12 درهم، كل حاجة وثمنها. وكاينين حتى الزلايف ديالهم دان 10 ديال الدراهم. وبالنسبة للزليفات هانتوما الشكل ديالهم كبار، نشاب وحدة ما يعاود التانية، فيهم حتى هاد اللوينات هادو، هاد البلوسيال تا هما زوينين. وبالنسبة لهاد السوبيا هادي الغوز بيبي بزليفة ديالها تا هي زوينة، ولكن شوية التمن ديالهم طالع، دان 220 درهم. انا كنشد لكم كل ارتيكل والثمن ديالو باش تعرفوا الاثمنه. هذا الكيسان هادو ديال اتاي 24 درهم، هذا ديال العصير حجم كبير 7 ديال البياسات 69 درهم، قولوا 70 درهم، كاس ديال العصير 6 الكيسان ديالو صغار. هانتوما الفيديو موضح راسو براسو. هادي ديال الحلوه، حامل الحلوه والكيك ودير فيه هكذا كيك حلوه، حتى هو 70 درهم، زوون. وهادو كيسان بالنسبة للضيوف، شوفوا الشكل ديالهم زوين. هاد زليفات صالحين سنيدة السكر، وهادو ديال العطاية دايرين 75، ماشي 3 عطاية، سمحوا لي، السكر، أتاي، النعناع، هكدا في نيقات 75 درهم الوحدة. و لاماتيغ ديالهم بحال إينوكس، بحال يعني زوينين، ماشي زاج ولا عادي. المهم البنات صراحة كان ما يبدا، شوف شوف نطي واحد الحبانة، كاين ما يبدا في كارفور وكاينين هميزات، كاين دي بروموسيون، ميناج، داكشي ديال رمضان صراحة بالي قبل ما يسالي كاين الهمزات. وهادو البنات هاد لي كاسخول، 5 ديال لي كاسخول 199 درهم، عادش 5 ولا 6، 5 ديال هكدا قاصحين وزوانين تا هما. وهادي ديال البغي وديال لي كريب ديال الكرانيت،
دايرة 43 درهم، كانت دايرة 59 درهم، لا دابا 43 درهم. بالنسبة للهاشوا كل حاجة وثمنها 279 درهم. هادو مولينكس 289، مولينكس والهاشوا وداكشي ديال رمضان، الأشكال والأنواع، يعني فاش لي شوا اللي بغيتو يمكن لكم زعما كاين فاش تختاروا. انا دات لكم جولة شاملة بالنسبة للمعنات ديال رمضان وداكشي اللي كنت نحتاجه في رمضان. كلشي تبارك الله موجود، وجايبينه ميزات زوينين في كارفور، واثمنة مناسبة من الثمن زعما هابط وانتوما طالعين. كل حاجة والثمن ديالها، الحاجة مزيانة بالثمن واللي شوية بالثمن، والحاجة شوية كاليتي ناقصة بالثمن. ممكن لو واحد على حساب الجيب ديالو. هاد الهشوة هادي 169 درهم، تاهي زبونة كانت 299 درهم، شوفوا شحال مطيحين فيها. بالنسبة للعجانات 799 درهم، هادي وهادي تاهي 799 درهم. هنايا مشيت انا على التلفازه، كنت باغا ناخد التلفازه وخديتها، دابا نشاركها معاكم. تا هما دايرين فيهم دي بروموسيون كوم عارفين، في رمضان كنبغو نتفرجو زعما كنبغو ندوي شويه القران وهادي. والتلفازه عندي خسرت اليوم، مشيت خديت التلفازه هنايا، جات تيلعب بالطابلات. وهاد القاعات هادو ديال الزيت كاينين ديال جوجيتو، كاينين ديال خمسيتو، هاد الكويسات ديال العصا بالنسبه للدار الصغار، 6 ديال الدراهم. وهنايا مواد التنظيف هما فيهم دي بروموسيون، هادو 3 ديال المان كل واحد فيه كيلو 34 درهم. هنايا خديت السوغيمي، بغيت ندير بيه واحد مملحات. صافي هنايا دزت ناخد شويه ديال الكاوص وداكشي. تبارك الله، فاش كنا كنحصى في الغا، خرجنا دابا عرفتو الشتا هو الما كيدي لنا. شوف عندنا دابا غدا نطلع ونسلطا ان شاء الله نبارطاج معاكم حويجة الخدينة. صافي هادشي اللي كاين، وسلطا نكملو لا فيديو. هنايا تبارك الله توصل عندي واحد الشتا ما نقول لكمش، زوين وجات فوقيتها. عرفت المهم عاد وصلت للدار دابا، الشتا واد شتو شتو شتو، وليت فازقة. فين تدي معاك اختي؟ المهم انايا كنت وصلت للدار وكانت الشتا، الدنيا فازقة بالشتا. المهم غادي نطلع للدار ونكمل معاكم لا فيديو، نبارطاجي معاكم الحويجات اللي خديت. انا جات مباسطني ما نقول لكمش، حيت الصوت ودارت لكم مونطاج. يلا جيت، هايت هايت اوبوش سخافتي اوف زكت بالشتا. بالنسبه لهاد التلفازه دار فيها بروموسيون نيميرو 32 سماش، فيها الويفي، فيها نيميريك انتغري، فيها هذا دي زوبسيون زوينين، و لا مارك ديالها المانيا. خديتها ب 2000 درهم بروموسيون. اهلا وسهلا البنات، كي داير لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. المهم دابا جيت نكمل معكم لا فيديو اللي بديت معكم الجوله في كارفور. صراحه كاين دي بروموسيون، كاين هميزات، هي سيرو وجدو فليساج، كاين ما يدا في معينات ديال رمضان داكشي. ودابا جيت نبارطاجي معكم مشتريات الخدينة رمضان، وها نتوما معايا في هاد لا فيديو، ها نتوما شوفوا تبارك الله الطبله عامه. المهم انا غادي ماما انا غادي ندوي لكم كمان ونوريكم كل حاجه. خدينا غير داكشي لي سونسيال اللي غادي نحتاجو، ماشي زعما كنتبدي وداكشي، داكشي اللي غادي نحتاجو في رمضان غادي ندوي لكم كمان. والاسمنه اللي عقلت عليهم غادي نعطيكم الاسمنه ديالهم، ها نتوما معايا. ها نتوما البنات، هادو هما المشتريات ديالنا اللي خدينا كيف ما كتشوفوا. انا نبارطاجي معكم كل حاجه. هنايا خديت جوج كيسان وي الماتش، ما انا مزاقنا جوج عصيات جوج وصاف. هنايا البنات نبدا نبارطاجي معكم كل حاجه بوحدها. هنايا خديت هذا الباك هذا ديال المايونيز ومطاط وكاتشوب، هذا ب 25 درهم.
المهم اللي دوزتها غادي نحيدها باش ما تخلطش عليا كلشي. خديت باقي عندنا بيدو ديال الزيت ديال 5 طون، وزت واحدة طويلة ديال جوجي طون 35 غرام. صافا البنات، بالنسبة للتقدير ديال رمضان غنبارطاجها معاكم. نيدو ولا غالي، عرفتو الحك الكبير كيضرب على فايل، والصغير ب 2200، وحنا اصلا كناخدو الحليب يعني في رمضان. خديت هي هذا صغير، هذا ب 40 درهم، هذا في قالك تحضر 3 طون، كنحتاجو بحال هكا داير بعد المرات هكا ندير به شي وصفة ولا شي حاجة، المهم كيتحتاج في رمضان. خديت شي هذا لان الحك الكبير بزاف. خديت كريم باتيسير ديال الحامض، خديت جوج كيف ما كتشوفوا، وديال الشوكولا خديت وحده، وهذه مايزينا ماي فين خديت حتى هي جوج. هادشي تبارك الله غادي يدوز لينا شهر رمضان. وشات السوريمي خديت بكيه، غادي ندير بها واحد المملحه حتى نشاركم معكم ان شاء الله. هذا عصير ديال الليمون خديت جوج، وباقي ان شاء الله نزيدو. المهم هادشي في البدايه وصافي باش بنادم يبدا الايام الاولى. هنا خديت هذا الباك ديال اكبيل، وتبارك الله عرفتي فهاد الشيء ديال زعما التموين ديال رمضان، داين عود زوينين، داين في كنور، داين في هاد الخماس وهاد الشيء، داين دي بروموسيون زوين. خديت هاد الباك فيه جوج ديال الخماس، وهادي كاكا وهادي فاني. طون خديت 3، هذا طون هاشي بالزيت، خديت 3 ديال لي باك، كل واحد فيه 3. خديت واحد كريم هالطا ديال الطبخ، خديت الفلون هذا متنوع ديال البنان والكراميل وداكشي والشوكولا. خديت هذه زهرة البرتقال زوينة كتجي في لي كيك، خديت عايب جوج حتى هو زوين، تيدا مع الحليب وديرو هكذا في السحور. هذه اندومي ديال الجد، خد اكلة وحدة وبقات وحدة. هنايا فخوماج ساندويتش خديت جوج، هذا فيه بروموسيون قلا 17 درهم على ما اظن، وزوين فايته انا ضيقه، زوين اللوغو ديالو زوين. صافي بالنسبه لهنايا خديت هاد الكاش ولانشون، هادو فيهم بروموسيون وقلا 29 درهم، وخديت هادي لانشون ديال بكيب بوحديته، وهادو بجوج بروموسيون فيهم. خديت كيلو ديال سنيده، واصلا عندي باقي كيلو في الدار كيتحتاج بزاف لي كيك وداكشي. خديت كونفيتور ديال الحامض، كنبغي ندير شي طارت ولا شي كيك ولا هادي، كيعجبني اللوغو ديال الحامض. داك النهار بارطاجيت معكم حك ديال لاصوص طوماط ونيوم زدت عاوتاني الثاني، هادشي باش يدي لينا ان شاء الله بحول الله. ما اصلا حنايا بنادم كيكون عيان ويلا بنادم يقابل الكوزينه والصلاه وهادي وهادي، ما اصلا ما كنسكنو راكم عارفين الدرج وداكشي، بنادم تيكون مسخسخ وعيان. خدينا اللي غادي يكفينا، ماشي كل ساعه نبقى نخرجو نسخو ونجيب هادي ونجيب هادي ونجيب هادي، داكشي اللي غادي يكفينا، ونهايه السنه ان شاء الله بحول الله ناخدو. خديت صلصه ديال بيتزا، هنا خديت الكورنيشون، هذا كنطقتو عند مات خويا وعجبني لوغو ديالو زوون. من هاد لا فيديو كنخلي لها واحد ديديكاس، الله يسالي عليها الله يعطيها صحتها، وعجبني لوغو ديالو خديتو. ما ماشي داك الكورنيشون اللي حامض وهادي، هانتوما البنات سكيني بيكارو، ماشي داك الكورنيشون اللي حامض كتلقاو فيه الصودا وهادي، لا حلبنا ديالو زوونه. خديت واحد الصويوص، خديت هادي الخفيفه هادي ديال الصوجا، وخديت هادي التقيلة، خديت جوج، خديت هادي وهادي. كيتحتاجو في الوصفات هكدا في مملحات، المهم كيتحتاجو. هنايا خديت هدا كاري كريم فخوماج، تا هو كنبغي في الوصفات. خديت الفلون هدا العادي ديال الفاني، خديت جوج باكيات، وهداك ديال المونكي خديت باكية، هدا جوج باكيات، وكل باكية فيها 9 عود. الشعيرية الصينية أنا كتعجبني هادي، ما كتعجبنيش هاديك لخا كلها، شنو كيعجبو هاديك ديال لاوس كتجيني ناشفة، الناس تيقولك زوانة وهادي، أنا ما كتعجبنيش هادي، كتعجبني هاد الباك د 11 درهم واقيلا، فيه 5 لا فيه 4، خديت جوج باكيات هانتوما كبار باين. هنايا عاوتاني صلصة ديال البيتزا، خديت وحدة كبيرة وبنتها الصغيرة.
ايه مهم هنايا هادشي، واخا ماشي صحي ولكن ما عندنا لاين عليه، يعني كنحتاجوه كنديروه. بحال دابا هادي ضامات السمن، هادي في الكسكسو كتعجبني في الكسكسو، هادي ضامة ديال الزعفران، هادي دوامة ديال الثومة، الثومة كيعطيو له كو زواون، وهذا واحد لو باك فيه هانتوما كتاخدو جوج وكيعطيكم هادي مجانا. هذا دا يشعشع الدام نمرة 180، والله ما عقلت. هادي بالزعتر والسمسم، حتى التتبيلة ديال الدجاج وداكشي، وفيها دوك الميكات ديالنا كتدخل الفرن. هذا بخومو زوان ديرنو في هادي، خديت جوج ديال البقعي، نزيد لكم كمان هنا. هنايا خديت دانونات، كنبغيو ماكو في بالليل مول العشاء وداكشي، حتى باقي التاريخ فيهم تيدخل شهر 4 ويزيد الليل. هادو الصغار ديال جاد، هادو مصوصين. المهم خديت داكشي متنوع، هادو شاوما ديال جاد، هادو وهادو الشاقي مصوصين ماما، هادو كيعجبوني ديال الكوك، تيحمقوني. هادو ديال الكوك، دانونات شحال كيفما كتشوفو. انا خديت البنات هاد الطون، هذا الاسقام واقيلا كيقولو ما حتى هو زوين، فيه الزيت والسيترون، فيه واحد لوكو زوون. هنايا العشق ديالي ديما خصني ناخدو، خديت لادان فيمي، وخديت فخوماج تشيز تا هو، هذا خديت كناخدو اللعبه. هادو هي واحد هادوك لي مورانك ديال جد بغاهم. خديت الجبن هذا ديال جوده زواون، فيه واحد لوكو زواون. خديت فخوماج ديال 16، هنا الدوامه ديال الثومه خديت جوج، وخديت جوج ديال الزعفران وقدا وخدم مع الشكنايه. هذا الشاي ديال جاد، هادو السقاطه ديال جاد وداك الشيء، بيدو ديال الزيت مونادا. هنايا خديت جوج بواطات ديال الزبده، هادي ليجير خفيفه، هانتوما البنات سكينه وما فيهاش قليله الدسم. صافي هذا هي الكومي، دابا ناكلو. هذا خبز العيش حتى هو باقي فيه التاريخ طويل، باكيه ديال الملحه، وما هادشي اللي غادي نحتاجو هو اللي خديناه، وهادشي ديال جاد الكوتي ديالو المضاصه داكشي راكم عارفين. صافي هنايا البنات، هاد الزليفات خداتهم ماما عجبوها، مع ان عندها الما عند تبارك الله ما نقول لكمش، ولكن كل عام تنبغيو مائده الافطار يعني يكون فيها معنات جداد، زليفات جداد، سوبيا جديده، كويسات جداد، راكم عارفين كل عام خصنا في رمضان وفي العيد ناخذوا الجديد. شوفوا الشكي ديالهم، فازات جي 21 مارك، اين مارك ماما هاد لاماركه معروفه، هاد الزواق اللي فيها. وهنايا من الداخل بديع، شتو الشكي ديالهم كيوت زوينين. هادو السده من الوحده خدينا غير خمسه، باك علينا الله يجعل البركه. وخدات واحد الكيسان، قلت لها باك عليك ماما عندك كيسان، قالت لا هادو عجبوها. هنا كتاخدو 8 او بري دو 6، كتاخدو 8 كيسان بثمن 6. هانتو شتو سامبل وزوينين، الشكي ديالهم كيوت فنيونين. هانتوما بعد لكم كمان وصحاح، شتو تتاخدو 8 بثمن 6. وهنايا البنات خدينا خنشة ديال الطحين، هادي 5 كيلو الطحين ديال الفاص، الفاص ديال الحلوى والخبز وكلشي، وعندنا سبيسيال الفينو، وعندنا ديال الزهر، هادي 5 كيلو. هنايا البنات نكمل معكم باقي المشتريات، كنت هذا بارطاجيت معكم هذاك الشيء اللي خديت من كارفور، وهذا الشيء خديته من حدانا هنايا. هنايا خديت هذه 24 فرماج شيدا، هذه ديال 24 وحده. خديت واحد الكوار ديال الفرماج، هذه ديال كيلو باك على السلاسة نزيدو. خديت هاد الموتزاريلا هذه صغيره. هنايا خديت الزعتر، هكذا الزعتر واقع تنحتاجو. خديت الثومه بودر، كاينه ديال القاع وكاينه ديال العبا، ديال العبا احسن من هذوك ديال القاعي. خديت واحد هذه ايديال زيت وحده، خديت وحده اولا بالنسبه للصوص ديال البيتزا وداكشي. هزت واحد العلبه ديال الشامبينيون، هادو اعزكم الله ديال لابوبيل، هذا بابي كويزين. صافي هنايا هي الحليب، هذا يطوع ديال الحليب، وهذا
هادي كاتشوش ديال هذا، الله يمد ان شاء الله بحول الله، اصلا ما بقى والو. كاتشوش ديال 6، وغادي نبارطاجي معكم شي حويجات اخرى نتوما معاه. صافي البنات، وهنايا غادي نبارطاجي معكم شويه ديال الخضار وشويه ديال الديسير، المهم داكشي اللي غادي نحتاجوه. هنايا هذا كليمونتين، هذا تيقولوا له نوفا ولا ما نعرف، المهم هذا ماندالين ملقن زوين وحلو. هادشي هانتوما، شوف الطاوة تبارك الله طايحة عليه الشتا، فيه واحد المذاق يا سلام، عرفت شو حلو ولذيذ. ماشي ماندالين نوفا واقيلا، كيكون ملقن. وهذا الخيزو، خيزو تا هو موسكا، هانتوما خيزو 3 دراهم، وهذا تا هو 3 دراهم، والفاز اللي غالي 240. هذا 2 كيلو، ديجا عندنا الفاز في الكونجيلاتور، فيما كنخرجو كنزيدو الفاز وكنقطعو تنديرو في الكونجيلاتور، كينفع مع رمضان ينفعنا. هادي لافوكا، لافوكا ب500، 500 دراهم، وماشي شي حاجة، شوية طايبة. هادي مطيشة سوغيز فيها الحمرا والخضرا والصفرا، وماكم عارفين المطيشة دابا دات البون. هادي بربعة ديال الدراهم، نحيد هادشي، هادشي كله غادي يتغسل ويتعقم وداكشي، وغادي يتنشف وكل حاجة نضها لبلاصتها. صافي، وهادي البطاطا 3 كيلو ديال البطاطا، والشي لاخر عندنا، هادشي اللي جبناه هنا مكاينش، أما الشي لاخر كاين. التخليطة، وهذا البنات التخليطة ديال السكسو مع غدا الجمعة، هادي التخليطة نتوما. خدينا داكشي اللي غادي نحتاجوه، هذا اللحم، هذا نص كيلو ديال اللحم بكاي غادي نديرو في السكسو، اصلا ما بارطاجيش معكم داك النهار اللحم كاين. وهذا الغنمي بكاي، والغنمي زيتون، وداكشي ديال هذا الزيتون مسللة مشامل، وهذا الزيتون مقطع كنحتاجو هكذا في الحشوات، شي سلطه ولا شي حاجه، ماما راكم عارفين. هادو جوج حامضات، وديجا عندنا اصلا عندنا الحامض ماقدينو عندنا، وهادو غير جبتهم كنحتاجو مع هكذا. وهذا الزيتون كحل حتى هو مقطع، كيتحتاج في البيتزات، وهذه فلفله مزوده، هذه عاد شتها هاد الايام ولاو كيجيبوها صغيره، شتو علاش كاين فيها. وهذه البصله، البصله كنبغي نديكوري بها بسطلات ولا البروات، راكم عارفين هذه البصله معقده. هذا الشيء اللي خدينا. وهذا البنات التمر، خدينا بواطا ديال 5 كيلو، وقسمناها هكذا في لي طاس، ودانا في كونجيلاتور، وهذا خليناه في الثلاجه على بعض. التمر زوين، خدينا فيها 5 كيلو وقسمناه على البواطات، وهذا خليناه ناكلو منه. هنايا واحد البلاطو ديال البيض، البيض دايا 24، مون بلاطو بشي ماتشي 680 ولا مات 700. بالنسبة للفازة البنات، هنا من بعد ما غسلتو مزيان، غسلتو 3 غسلات حتى ما بقاش فيه التعب، وهادو أصلا هو نقي. هذا خليتو تا تسقطا مزيان، صافي قطعتو هكدا قطع. واصلا عندنا الفاز في الكونجيلاتور، فيما كنخرجو كيفما قلت لكم كنجيبو. وهادو خليتهم هكدا صاينين، الا بغيت شي بعد المرات ندير شي طارت ولا شي حاجة جبت شي وحدة ونزين بيها الديكوراسيون. صافا البنات، كان هادشي هو المشتريات اللي خدينا رمضان ان شاء الله بحول الله. وباقي غادي نشارك معكم هادوك معايا، دخلنا صافي من جينا من كارفور، نيشان داشو في كونجيلاتور، داكشي ديال الكونجيلاتور، نيشان دخلتو الكونجيلاتور، راكم عارفين مع الطريق، وهادي صافي دخلتو الكونجيلاتور، انا نمشي نجيبهم وغادي نبارطاجيو معاكم. صافي البنات، هنا نبارطاجي معكم هداكشي ديال الكونجيلاتور. هنا خديت السوسيس متنوع، 4 ديال الانواع ديال الفرماج والحار ديال الدجاج والعادي، خديت منو 20 كيلو، وخديت باكية ديال لاميغات ديال الدجاج بالجد، وخديت باكي ديال الفيت، هادو كانوا في كونجيلاتور، هي جيت داتو ميشتا في كونجيلاتور،
صافا بعدين اصلا باقي انا شاد ديال البعده صافا هادو هما اللي خديت. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم ديال المشايات ديال رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وزياده الرزق ويعطيكم منويتو ان شاء الله، وكل متمنيات وعواشه مباركه بالصحه والسلامه. كان هذا هو الفيديو، نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال خليوا لي واحد اللايك والبارطاج مع العائله والاصدقاء. خليتكم في امان الله مع فيديو جديد ان شاء الله. باي باي عليكم، تصبحوا على خير ليله سعيده، واللي شاف الفيديو بنهار نهار مبارك سعيد. يلا باي باي عليكم، بوسانيكم.